مرحبا بحضراتكم معنا مرة تانية. فقرة لها بعد إنساني وبعد اجتماعي. لما نتكلم على الأسرة وأركان الأسرة وإنه لا يستقيم الحال بدون الأب وبدون الأم، طبعا في حالات يعني استثنائية وبقى في مشاكل وفي طرف ممكن ما يقومش بواجباته تجاه أولاده وتجاه أسرته، لكن بشكل عام لما نتكلم على التكريم والعرفان بالدور اللي بيقوم بيه سواء الأب أو سواء الأم ده شيء مهم. صحيح الأب أو الأم بيعملوا ده بدون انتظار أي حاجة وبدون لا عايزين لا شكر ولا حاجة، بس على الأقل إنك تبقى مقدر اللي هم بيعملوه وتبقى يعني تفرحهم. حتى لما يبقى دايما عيد الأم يقول لك هنجيب لماما إيه، أنا مش عايزة أي حاجة، أنا عايزاكم كويسين، ده عيد الأم. طب هو فين عيد الأب؟ طب ليه احنا دايما بنقول الام وبنهتم بيها وكل حاجه؟ بتعمل حاجات كتيره جدا جدا بكل تاكيد، يعني الام دي هي يعني مهما تتكلم او توصف مش شرط تديها حقها، لكن الاب برضو فين حقه على اولاده؟ انه يسمع كلمه حلوه، يسمع شكرا يا بابا، يسمع حتى كل سنه وانت طيب يا بابا. عن عيد الاب والفكره دي اللي في دول كتيره من دول العالم مخصصه يوم، يمكن كل دوله وليها اليوم بتاعها، وفي دول يعني بتتفق في نفس اليوم، لكن احنا هنا في مصر يمكن مؤخرا بقى في اتجاه لاطلاق يوم للاب المصري او يوم للرجل كمان، يمكن الموضوع ده بقى عنوان تاني، لكن بقينا شايفين حاله علشان فعلا يكون في اقرار لدور وتقدير لدور الاب في حياه اسرته وفي حياه اولاده. هنتكلم عن الفكره دي النهارده ومعانا في الحياه اليوم، وبنرحب باستاذ ياسر التركي صاحب اول دعوه قضائيه بتطالب بالاحتفال بعيد الاب. وافكر حضراتكم استاذ ياسر كان 2015 اتكلمنا في مداخله هاتفيه كده، وكان ساعتها هو اللي فكر في الموضوع ده وقال ورفع دعوه قدام المحكمه علشان يبقى في يوم لعيد الاب، وساعتها اتناقشنا كتير. النهارده هنتكلم بقى في التفاصيل وايه الجديد من ساعه لما رفع الدعوه دي. اهلا وسهلا بيك يا استاذ ياسر، وكل سنه وحضرتك طيب. يعني انا نفسي يكون ليا والله يوم حد يقول لي كل سنه وانت طيب، بدل ما حتى اليوم العيد العادي كل سنه وانت طيب، والايد الثاني اتفضل كل سنه وانت طيب. من هنا ومن هنا انا كده كده دافع. طيب ماشي، كل سنه وانت طيب. يعني ايد بتسلم وايد بتدفع. وايد بتدفع، ما هو لازم تدفع، امال ايه؟ استاذه الجمهوريه عبد الرحيم عضو المجلس القومي للمراه فرع الجيزه، اهلا وسهلا بيكي يا استاذه الجمهوريه. مشرفانا. اهلا اهلا وسهلا بيكي. استاذه داليا فكري مؤسس مبادره صرخه لمناهضه العنف ضد المراه، واعتقد مش هتنهضي فكره يكون عيد الاب ولا ايه؟ لا مش مناهضاها. مش مناهضاها؟ مش قوي. مش قوي على مضض يعني، اصل دايما هو في تحزب اللي هو ما دام انا بدافع عن حقوق المراه فانا ضد الرجل على طول. لا 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 مش على طول الخط، ازاي يعني مش هقدر انكر دور الاب خالص. عيد الاب يعني انا حاجة غريب يعني عنها. انا شايفه كمان ان هو عيد الاب يعني ممكن يرسخ كمان لدى الاباء اللي ما بيقوموش بدورهم. أيوة. فكره ان هو انا ليه اولادي ما بيحتفلوش بعيد الاب. حلوه قوي الفكره دي. صح. اللي هو يعني يعني خليك يحس. كويس عشان اقول لك وسوان طيب بنفسي. بالظبط بالظبط. صحيح صحيح. يا استاذ ياسر اتكلمنا عن من 2015 لغايه النهارده، وليه فكرت مش بس فكره عن خلال وسائل الاعلام ده تروح المحكمه وتقول ادي دعوه انا عايز؟ احنا بدانا يوم 22/5/2015 وتقدمت دخلت معاكم مداخله، والخبر نزل على اليوم السابع، وابتدينا نتحرك ان احنا نرفع دعوه قضائيه في القضاء الاداري في اسيوط. اللي احنا عندنا في المنيا ما كانش فيه قضاء اداري. بتقول احنا يعني انت لوحدك ولا في مجموعه؟ مجموعه مجموعه من الابهات. مجموعه من الابهات يعني ابتدينا نتحرك نرفع في القضاء الاداري في اسيوط دعوه قضائيه بنطالب بعيد للاب. ان الاب ده بالمفترض يعني يبقى ليه يوم، يعني هو طول السنه بيدفع فلوس، بيدفع من تفكيره، من ازماته، من كل حاجه، من اي حاجه، بيفكر ان هو يعلم ابنه، يعلم بنته، يجوز بنته، يجهز ابنه، كل حاجه. فهو بيفكر في ال 24 جوه ال 24. فاحنا ليه ان هو ما يجيش في يوم ويفرح؟ احنا زي ما قلت من شويه ايد بتسلم وايد بتدفع. بس هي قصه مش بس قصه فلوس، دي المشكله ان الاب بيعلم ملوش نفس ان هو يفرح. ملوش نفس ان هو يفرح يوم. يعني انا يعني صح. حتى كلمت وزاره التضامن والاجتماعي ورحبوا بالفكره، وبعت فاكس للسيد الرئيس اللي انا بقول ان نفسي اكون ليا عيد، نفسي الاب ده يفرح بيوم يقول له كل سنه وانت طيب.
طول السنة أنه هو بيدفع، طول السنة بيدفع، كان مال أو تفكير أو أزمات أو أي حاجة خالص. ما نجيش ليه في يوم نقول له كل سنة وانت طيب، يفرح بيها. مش عايز تقول له تطلع. فما حدش عرض الفكره. التضامن، التضامن ما التضامن في المنيا رحبوا بالفكره وبعتوها للدكتوره غاده والد، كانت الوزيره وقتها صحيح. وانا كنت باعت انذار ضد المهندس ابراهيم محلب ليه؟ ساعتها يعني انذار عليا، انذار قبل، انذار قبل القضيه لازم كده. طيب انا دخلت مع حضرتك المداخله يعني. طبعا يعني كلمونا في الوزاره فكانوا مرحبين فكرة، قالوا احنا مش ممنوعين، مش مانع في ان احنا نعمل لكم عيد اب، بس لازم تيجي من التضامن الاجتماعي، مش لازم قضيه يا سيدي، احنا ان شاء الله هنعمل لك عيد اب. بالظبط، من غير هتاخد عيد اب بقضيه يعني بس كده. ومندوب الرئاسه انا بعت فاكس، فهو استلم مندوب الرئاسه الفاكس بتاعي وحوله على التضامن، والتضامن تواصل. خطبت المجلس القومي للمرأة؟ ده الحاجه الوحيده اللي ما خطبتهاش، ما عرفتش. انا قلت هي عرض ولا حاجه. بس هو لازم الورق برضو يعني، كان في ورق مطلوب في المحكمه من ضمنه ال لا، هم في المحكمه قالوا ان هم بالمفترض ان التضامن والوزاره تخاطبنا. جت مرض والدتي ووفاه والدتي والبلد ما كانش مظبطه، فاتهمون اللي انا مجنون يعني بالفكره. قلت لهم اقبل ان انا اكون مجنونا لغايه لما الفكره بتاعتي تنفذ. بعد كده توقفنا شويه وقلت لا خلاص مش هينفع الكلام ده خالص، احنا ناخدش الشرع احسن. فقدمت في مجلس النواب اللي فات، قلت على اساس ابقى عضو مجلس النواب عشان اخش اطلب الفكره دي. لا اله الا الله، يعني بس كنت عايز تبقى عضو مجلس نواب على عشان تعمل عشان عيد الاب. طب على فكره ده في موضوعات كتيره. لا 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 لا، يعني ممكن تخش مجلس النواب. انا بعت فاكسات لمجلس النواب وبعت فاكسات لكل الجهات، الناس بتاخدوا الفكره ما اعرفش بتهكم او حاجه. لا لا لا، دي حاجه. فانا قلت لا انا اقدم في مجلس النواب، قدمت في ورقه في مجلس النواب على حزب ما يعني كده. خلص الحلقه كلها على عشان الجمهوريه على الفكره. مجلس النواب رئيس الجمهوريه. ثاني بس انا بديله فرصه يتكلم على الفكره معلش، لان يعني الموضوع. طب استني يا استاذ هاجي لحضرتك تاني، انت مرحبه ولا مش مرحبه؟ اقول لحضرتك على حاجه، اولا الفكره مش جديده، الفكره طرحت من قبل في عمود فكره للصحفي الكبير مصطفى امين الله يرحمه سنه 1985، وفعلا نادى بيها وحدد يوم 10 يناير بالتحديد يوم لعيد الاب، واتعمل في العيد اللي في السنه 86 احتفل بيها في مصر واتعمل. بعد كده الفكره نفسها ما لقتش اي استحسان، وكانت هي السنه دي بس يعني اللي تم إيه الاحتفال بيها. يعني ما لقتش استحسان؟ مش استحسان يعني ما حدش اهتم انه يكررها في كل سنه. ما هو لو احنا عملنا لها الجو العام ده، انا بالنسبه لمصر اغاني اعلانات اللي هو بنفكر الناس، ما هو ما فيش حد يعرف 10 يناير دي. احنا على فكره مجهزين كمان اغنيه لعيد الاب يا استاذ ياسر. مش مصريا بس، الفكره عربيا دلوقتي كمان ابتدت تاخد شك ان يوم 21 يونيو، لكن هي من القدم في دول امريكا اللاتينيه، في كتير واخدينها في يونيو جداً. في كتير في واخدينها يونيو، في ناس حولتها لاحتفال ديني. الدول اللي بتعتنق الكاثوليكيه خلوها احتفال ديني، كان يوم ذكرى 19 مارس ذكرى القديس يوسف النجار. فكانت الفكره وابتدوا يحولوها ان هو ذكرى القديس يوسف يوم الاب. طيب. لحد سنه 1909 ما احنا نعرف اصل الفكره علشان نتكلم. 1909 جت سنوره لويس سمارت من ولاية ميتشيغان الأمريكية، كانت والدتها توفت من 11 سنة ووالدها رباها هي وخمسة أطفال تانيين هم الستة، فهي شافت فضل الأب كبير عليها جدا. طب ده تاريخ الفكرة بس عشان الوقت، عشان الوقت الأب في أمريكا تطبيق الفكرة وإن احنا عارفينها في العالم، احنا بنتكلم في العالم وبالتحديد مصر، في الدول العربية الفكرة مصر والجزائر والكلام ده كله، كفكرة كفكرة أو مبادرة مصرية. تمام، يبقى في تخصيص يوم عيد للأب وما بقاش يوم على الورق، لكن يكون الأجواء المحيطة بيه أو تعريف الأسرة وتعريف الولاد ويبقى في شغل وفي المدارس والناس تبقى فاهمه ان في يوم لعيد الاب، مش مجرد نعمله في الاب كقرار. الراعي الرسمي لكل ايام الاسبوع، كل يوم كل ده تثبيت. ده تثبيت. لا راعي يعني يبقى كل يوم في السنه عيد ميلاد. وبعدين الداعم المادي والداعم المعنوي والداعم الرئيسي والكلمه الحلوه القدوه للابن والبنت والكل حاجه، يعني ده غيره بقى من عيد الام يعني ولا بقول لك يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال امك ثم امك جوه ال 24 في 24
ما في ابوك في الاخر اهي، يعني هنعمل الاب. طب ما احنا عندنا عيد المعلم، عندنا عيد العمال. ده عيد العمال للام ولا لكل اب عامل بيشتغل؟ بس المعلم على بيته. المعلم داخل فيه معلم ومعلمه. عندنا اعياد للرجل متعدده جدا. هو عايز هو مش عايز كرجل، هو عايز كاب. كاب يعني اب. الاب قيمه الاب. ايام الاسبوع اعياد بالنسبه كل ايام السنه اعياد. كل الاعياد لما انت بتدي له العيديه ده عيد. وعند حضرتك ليك عيد يعني. انا مش ضد الفكره بس يعني معلش يعني انا مش ضد الفكره. مين بيضحي اصلا داخل الاسره؟ طبعا رجاله مصر كلها هتزعل مني. لا الاب بيضحي 100%. الام بيضحي ده اول ما يخش. اول ما يخش لسه مكتوبه قد كده هات 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 هات. يعني هو في اليوم ده هقول له خلاص. هو بقول لك بفكر في ال 24 جوه ال 24. الاغنيه بتاعت الفنان الجميل هنيدي دي حلوه والله برضو. مين حبيب بابا هي لخصت برضو. يعني برضو بيعملوا كل حاجه. انا ده عمل طبعا. الاب اقسم بالله انا عندي احساس الاب. الاب ما بيقعدش وان ليه ما يبقاش. طب ثواني بس. طب نسمع استاذه كل ايام. طب ما انت عماله تقولي كلام حلو اهو يا استاذه. هو يعني ايه كل ايام السنه دي؟ انا مسخره في يوم رسمي يعني. ده تثبيت كلام حلو كده احطه في يوم. كل سنه هي مش عايزه تقوم دوره. هي مش عايزه تقوم دوره في يوم. ثواني يا جماعه ثواني. استاذه داليا ما سمعناهاش. لا تراجع ولا استسلام. انا بس يا استاذه داليا اتفضلي. بالنسبه لعيد الاب هو مين اللي بيحتفل بالعيد اصلا؟ هم الاطفال. فانا شايفه ان الاطفال يعني انا بيجي لي مشاكل كتير واطفال كتير هي مش مؤمنه اصلا بوجود الاب في حياتها. ده نتيجه المشاكل والحاجات اللي هي بتتعرض ليها. عيد الاب بقى لو جه وما تمش يعني مثلا الاب اللي هو العاق اللي ما بيراعيش ابنائه لو جه عيد الاب وهو تم اغفاله اليوم ده وما حدش احتفل بيه اعتقد ان ده هياثر. الرساله هتوصل. الرساله هتوصل لان بالظبط تمام كده. مش عشان هو عيد احنا مش هنبص له علشان هو عيد ولازم يفرح. بما ان عيد الام يبقى في عيد ام يبقى لازم كمان يبقى في عيد اب. لا احنا عايزين نعمل عقاب لي احنا عايزين والاب الكويس يتكافئ بالكلمه الحلوه بس كده. كويس عقاب لي وابنائه. احنا لو هنعمم الفكره يبقى احنا لازم نتناولها من جميع النواحي. يعني احنا زي ما بنجيب النماذج الحسنه والايجابيه للام لازم كمان نجيب النماذج الايجابيه للاب ونطرح ده على الساحه ونتكلم فيه علشان الاب العاق يعرف كمان ان هو ليه دور وان في دروب في حياته او في دروب عند الاطفال هم هو مش عارف ليه. هم تيجوا نسمع راي الناس في الشارع كده ايه رايهم في الفكره؟ موافقين على ان يبقى في يوم لعيد الاب ولا لا؟ موافقين. عيد الاب مبادره جديده اتبنتها عده جهات لابراز دور الاب ومسؤولياته تجاه الاسره المصريه. ولاحظنا خلال الفترة الأخيرة اهتمام كبير بدور الأب وعيد الأب يوم 21 يونيو من كل عام عشان نقول لكل أب مصري شكراً على تعبك ومجهودك عشان ولادك يكونوا أفضل. عشان كده نزلنا بكاميرا الحياة اليوم على أرض الواقع عشان نعرف رأي المواطنين في المبادرة دي. إيه رأيك في عمل عيد الأب الاحتفال بيه كل سنة؟ اكيد طبعا الاب لازم من حقه ان احنا نحتفل بيه كل سنه لانه هو اللي بقى شايل مسؤوليتنا فلازم نحتفل بيه كل سنه. حاجه كويسه يعني زي ما في عيد الام نخلي بردك عيد الاب بردك نفرح الاثنين الاب والام تبقى حاجه كويسه بردك. انا شايف يعني ان احنا برضو يعني الاب برضو محتاج هو يتقدر برضو زي الام برضو لان هو ما يختلفش حاجه عن الام برضو هما الاثنين زي بعض. بس يبقى في استيعاب في الاسره ومن الام ومن الاولاد ان الاب له دور. لكن انا شخصيا مقتنع ان لغايه دلوقتي ما خدش عيد الاب ده الدور الصح. ذكرى طيبه برضو بتجمع الاثنين مع بعضهم بتجمع الحاجات ديت. الام المفضله طبعا والزوجه المفضله والاخت المفضله والبنت المفضله. لكن كراجل برضو ما ننساش شقاه وما ننساش تعبه برضو ان هو بيتعب في الحياه وبيربي وبيجاهد وبيكمل المسيره. حقه مهضوم وهو دلوقتي الممول الرئيسي للبيت والاسره. احنا يعني دلوقتي نعرف ان في عيد ام لكن عمرنا ما سمعنا ان في عيد اب فالمفروض ان احنا نعمل عيد الاب. لا يقل قيمه برضك عن عيد الام لان الاب هو نبع الحياه والظهر في الوجود كله. الاب طبعا هو يعتبر العمود الفقري للبيت. تعب معانا وشقي علينا وربانا وصرف علينا والام دي كل حاجه والاب برضك كل حاجه مش مستغناش عنه. تحب تقولي ايه لوالدك؟ اقول له ربنا يخليك لينا يا رب ويديك الصحه دايما. بحب اقول للابهات كلها اللي في مصر وفي العالم كله كل سنه طيبين وان شاء الله تفرحوا باولادكم. عملت اللي عليكم اكتر يعني.
ويا رب كده ان شاء الله كده يلحقنا بك في الجنه ان شاء الله. طب اهو ما فيش حد معترض، واضح ان هم شايلين جامد قوي. لا والله يعني لا، الستات والرجاله والحاجه ماما الجميله اللي اتكلمت في الاخر، الام ما نستغناش عنها ولا الاب برضه. ده العمود الفقري، العمود الفقري يعني. لا والستات قالوا اه برضه. اتفضل. يعني هو في التقريب بيقول هو العمود الفقري للبيت يعني. انا قلت كده ملوش نفس يفرح يوم يعني. احنا ما ننكرش، ما ننكرش بالنسبه لك ايه كل الايام. استني بس، الجمهوريه تفرق بالنسبه لك ايه نفسها؟ انت اولادك قد ايه؟ انا اولادي كبار يعني. كبار ما شاء الله. طيب ويعني تحس ان هو في اليوم ده عايز حواليك يجوا، يعني احكي لي كده انت مشاعرك ايه اللي انا عايز يوم ليا. انا عايز يوم في اليوم ده يعني اولادي يجوا يقولوا يا بابا كل سنه وانت طيب. بس يعني احسها من جوايا. مش احس ان انا اليوم العيد بتاع العادي اللي انا زي ما قلت تاني اللي انا بسلم بايد وبدفع بايد اللي هو العيديه الاعياد العيديه الكلام ده كله. انا الاحساس بتاعي انت عايز اليوم ده بتاعك. انا جاي، انا بابا، انا جاي ادري شكرا. بابا جاي كل سنه وانت طيب. وهتدفع برضه على فكره. ما فيش مشكله، بس انا احس ان انا فعلا ليا عيد. مش الاعياد العاديه ان انا بسلم باليمين وادفع بالشمال. والهديه على فكره ماليه معنى حلو، حتى لو هديه رمزيه يحس. يعني هو الابن المفروض يقدر ان هو طول السنة أنا شايله إزاي ماليا وفكريا ومعنويا وأزمات. إحنا عاوزين نقول إحنا 80% الناس مرفعة عليها أواضي أبقاط بسبب مشاكل مالية، بسبب إن هو بيجهز بنته، بيجهز ابنه، بيجهز عاوز يجيب له شقة، عاوز كله تفكير. ما ندوش يوم، ما ندوش يوم يا حكومة يا سيادة الرئيس يوم يحتفل بيه. وانا بناشد من برنامجكم هنا سياده الرئيس والحكومه وصناع القرار ووزيره التضامن الاجتماعي ست كويسه خالص ان هي تحدد يوم لعيد الاب. انا مش عايز اكتر من كده يعني. انا اديني من 2015 بالتحديد يوم 22/5/2015 لما دخلت مع حضرتك مداخله ونزل عند حضرتك ونزل في يوم السابع وانا بطالب بعيد الاب. وانا بقول لا تراجع يا استاذ اسلام على عيد الاب، هفضل اطالب كده لغايه لما اموت. ما دي شارع بس ده كل القصة. استاذة جمهورية كلمة أخيرة. لا هي كلمة أخيرة يعني. أنا شايفة إن عيد الأم هو عيد الأسرة المصرية، وكل أيام السنة أعياد للأب. هو مش يعني مش شايفة إن محتاجين عيد أب لوحده في اليوم ده. ولو اتعمل هيخسرنا إيه؟ لو اتعمل مش هزعل، هبقى مبسوطة. لكن أنا مش شايفة إنه يعني نحدد يوم. احنا بنقلد لان ده جاي اليوم ده 21 او الحد الثالث من شهر يونيو. ده احتفال امريكي. طب هو عيد الام اصلا كان فكره يعني مصريه. احنا بنقلد بس. لا هي مش نبع من عندنا. هو الاحتفال لما بحثت وعرفت اعياد الاب من امتى اتنشات الفكره، كلها فكره غربيه، دول غربيه من 1889. وبعدين تبنت بعض الدول وبعض الفئات اليوم الامريكي اللي هو 21 يونيو اللي هو النهارده اللي احنا بنطالب بيه انه يبقى. يعني ليه اقلد كمان في الاعياد؟ يعني دي فكره مش نبع من عندنا. ما احنا يا قلنا بقى بنقلد حاجات كتير. اذا كانت في حاجه ايجابيه وحاجه كويسه في مصر قبل كده وما كملتش، هيبقى في ان شاء الله عيد اب ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب. ايوه ان شاء الله. طب احنا نضيف عليه عيد الاب المثالي عشان كمان يا ريت. يعني يبقى عيد الاب المثالي عشان مش يبقى عشان يبقى اب بس بالاب. احنا لما دي حلوه افضل قائم بدوره زي الام المثاليه. في اباء كتير غير قائمين بدورهم. طب والله هم لو عملوا فعلا مسابقه للاب المثالي زي الام المثاليه، ده يبقى تشجيع وحافز اكتر على الاباء يعني. الاباط اللي هم يعني على فكره في عيد الام بيبقى فيه على فكره ما في برضه امهات مش قوي وفي اباهات مش قوي وبيجيبوها للاب المثالي. يعني في جايزه بديله او الام البديله. بتيجي للاب المثالي وعايز يبقى لوحده. هو عايز يبقى ليه يبقى لوحده، يوم لوحده، تكريم لوحده، احتفاليه لوحده. صح صحيح. طب لو عيد الاب المثالي، طب ده اعتقد انه الاب المثالي عشان الام المثاليه ممكن يعني احنا ممكن عيد الاب ده يشجع. احنا بنعملها على نطاق الاسره الاول. يقول في البيت انا اخترت اليوم ده. لا يعني لقيت رد فعل الولاد اخباره ايه والمدام كمان. اكيد بيتفرجوا عليا دلوقتي. لا لما قلت لهم الفكره دي في البيت والله فرحانين. يعني انا بنتي هدير وهايدي ونور الدين بيقولوا يا ريت يكون ليك عيد اب نحتفل بيه نفرحك في يوم. طب يوم عيد ميلادك ايه؟ يوم عيد ميلادك بييجوا كده
بيهنوا يبقى يجيبوا لك هديه ولا والله ما حد يجيب لي حاجه برضو؟ طب مش هيجيبوا لك حاجه بس اذا كان يوم عيد ميلادك ما جابوش حاجه. انا حاسه ان الموضوع عنده نفسي هو بيطالب بالهديه يعني طلعت انا على حق في هو انا حاسه ان الموضوع نفسي يعني ممكن هو المجتمع علينا لا بس على فكره هو المجتمع كله كده على فكره يعني دايما لا خلينا لا مش في الصعيد بس خلينا نعترف كده دايما بيبقى اللي هو الهديه للام 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 ما اعرفش يعني بس اكثر عطاء والاكثر لا يعني لا الاثنين والاب دوره الاب دوره كبير ودوره مهم لو الام بس والاب مش كده مش هتلاقي الولاد كويسين ولا مبسوطين في حياتهم ولا مستقرين لازم الاثنين يكونوا صح كل واحد يقوم الاب القدوه القدوه يعني. هو اللي بيدي تجارب الحياه كلها صح. لابنه هو صح. المثل الجاد قدامه صحيح. صحيح. ده للبنت او للولد والاب العقل ده طبيعي طب احنا انا عندي فكره لطيفه بما اننا هنتبنى مبادره يعني احنا بالنادي بمبادره عيد الاب ما احنا نحط ليها مقومات او نحط ضوابط ضوابط يعني لو هنعمل عيد الاب يبقى عيد الاب ده الاب الذي يعني مثلا مش رافع قضيه اسقاط حضانه على ابنه على 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 الحاضر مش 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 رافع تقليل نفقه مش طارد مثلا ابنه من مسكن الحضانه نحط ليها ضوابط على اساسها يعني طب هيقول لك من ناحيه تانية في عيد الام هنحط الام بقى عندهاش اخطاء مثلا في المجتمع يعني لكل قاعده شواذ طبعا شكرا جزيلا لحضراتكم كل سنه وانتم طيبين ربنا يجعل ايامنا كلها اعياد وتبقى الاسره المصريه دايما مستقرة هي نواة المجتمع ولو صالح حالها يصلح حال البلد كلها بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ونشوفكم بكرة إن شاء الله على خير وبشكر طبعا كل الضيوف اللي شرفونا النهاردة في الحياة اليوم شكرا جزيلا